عد التنازلي لقمة العشرين لتستضيفه وتترأسه السعودية بدأ، فهي ستنطلق يوم السبت المقبل وسط أمال كبيرة من كل شعوب الأرض لدفع الاقتصاد ومكافحة كورونا والنهوض بالمرأة والتنمية. حماد قرطب. رسالة قوية بالأمل والطمأنينة للعالم هو هدف قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة. الأمل أن تكون الأزمات الصحية والاقتصادية وراءنا قريبا، والطمأنينة أن تكون مجموعة العشرين قادرة ومتكاتفة للتغلب عليها. أما السبيل فإجراءات جريئة تحول الأمل إلى حقيقة. الجي 20 تعمل على ترجمة التزامات قادة دول مجموعة العشرين وتعهداتهم إلى أفعال على أرض الواقع، والنتيجة أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي تم ضخها لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تعهد الدول الأعضاء بجمع 21 مليار دولار لدعم البحث والتطوير العلمي. للمرة الأولى اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك على إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بالتعامل على أساس كل حالة على حدة مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص، وهو الأول من نوعه في تاريخ دول المجموعة. مبادرة تاريخية تدعو إلى تعليق خدمة الدين بنحو 14 مليار دولار أمريكي، والمبادرة تشمل 73 دولة. ليس هذا فقط، فقد تم التمديد لستة أشهر إضافية. 75 مليار دولار التزمت بها البنوك متعددة الأطراف للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وإلى حد الآن تشير الأرقام إلى أكثر من 100 مليار دولار مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 80 دولة. معاً نبني مستقبلا أفضل، حلم حولته رئاسة المملكة لمجموعة العشرين إلى واقع معاش. وذكرى استضافة المملكة ستدوم من خلال قيادة أجندة عالمية تركز على تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتسخير إمكانات الابتكار لتشكيل آفاق جديدة من أجل اغتنام فرص القرن 21 للجميع. الاقتصاد العالمي تعرض لضغوط هائلة في ظل جائحة كورونا، والمملكة تقود مراجعة كافة التدابير وتطورها لحماية الأرواح وسبل العيش للجميع ومن أجل التغلب على تأثير الوباء على العالم. حمادي قردبو، صدى الملاعب.